وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع وهم نصارى. ما الذي دهى المسلمين في أن لا يختلف الأمر عندهم حينما يتلى القرآن أو تقرأ الأخبار؟ ما الذي دهاهم ويستوي في ذلك عامة وخاصة وطلاب علم كثير تسمع يقرأ القرآن ما كأنه القرآن؟ زرارة بن أوفى سمع فإذا نقر في الناقور من الإمام ويصلي الفجر صعق فمات. هل لفتت انتباهنا هذه الآية أو نمرها ما كأنها آية؟ هل لها معنى ووزن ثقيل في قلوبنا أو لا فرق بينها وبين غيرها؟ أو الرجل المذكور زرارة بن أوفى ما عنده سالفة على ما يقولون العوام وأفقد قدر ومات؟ نعم أخوان، الران الذي ران على قلوبنا وغطاها جعلنا لا نستفيد من القرآن. الشبهات والشهوات التي نزاولها غطت على قلوبنا ومشاعرنا وجعلتنا لا نتفاعل ولا نستشعر عظمة هذا القرآن. قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه وقرأها والصحابة سمعوها من الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات منهم أحد، وهذا الكلام يجعل بعض أهل العلم ينكر مثل هذه التصرفات من الغشي والصعق، لأنه ما وجد في عصر الصحابة، وجد في عصر التابعين فمن بعدهم، فهل يمدح به من وجد منه مع أنه لم يوجد في عصر الصحابة ولا حصل منه عليه الصلاة والسلام؟ فهل نقول أننا مثل نحن في تصرفاتنا وكوننا لا نصل إلى هذا الحد أشبه بالصحابة من هؤلاء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ألقي عليه هذا القول الثقيل، لكن عنده قلب قوي يستوعب هذا القول ويتحمل هذا القول. القول ثقيل وعظيم مؤثر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. فالخشوع والتصدع من أثر القرآن، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده من القلب القوي والتثبيت من الله جل وعلا لتلقي هذا القول من أجل أن يبلغه الناس ما حصل منه هذا الغشي ولا هذا الصعق. وصحابته الكرام هو قدوتهم وهو أسوتهم، يستشعرون عظمة هذا القرآن وأقوالهم تدل عليه وبكاؤهم يدل عليه، والواحد منهم يردد الآية ويبكي طول الليل مثل عمر، يستشعرون عظمة القرآن وينتفعون بالقرآن. جاء من بعدهم مع استشعارهم لعظمة هذا القرآن ضعفت القلوب، صارت بقدر الاستشعار مع هذا الضعف ما في تناسب، فوجد الغشي ووجد الصعق. لكن هل واقعنا يشهد بأننا نستشعر عظمة القرآن
وفي قلوبنا قوة مثل قلوب الصحابة، أو أننا في الأصل لا نستشعر شيء، وهذا هو السبب في عدم التأثير، كون لا نستشعر هذه العظمة ولا هذه القوة هو الذي يجعلنا على هذه الحال. إنسان يسمع القرآن وبصوت مؤثر بتغني ومن قارئ مجود ومؤثر وكأنه لا يسمع شيئا. وكنا نسمع البكاء عند سماع القرآن في الصلوات، إلا أنه تضاءل وخف لا يكاد يوجد إلا في القليل النادر.